داري راح يكون الإخوان فيديو جديد من منصة جديدة، حاولوا نشرحوا طريقة تسجيل الإيداع والدرا في الموقع. أول حاجة اللي هي عندنا اللغة، تختاروا اللغة ديالكم اللي بغيتوا أنكم تخدموا في الموقع. أنا غنخليها لونجلي. أول حاجة اللي عندنا هي الإيميل مود باس، كتعاودو مود باس ديال الكنال كدير فيلر، ولا كتجي رقم الهاتف كدير رقم الدولة ديالك الإخوان تقلب عليه. إلا ملقيتيش غدير بلوس واحد، في حالة ملقيتيش نشوفو دير بلوس واحد. الناس اللي بغاو يديروا يدخلوا ب رقم الهاتف ديروا لنا رقم الهاتف باسورد، تعاودوا هنايا الكود دريفل بطبيعه الحال. انا عندي حساب غادي ندير ونرجع. الواجهه ديال الموقع اللي هي كيف ما كتشوفوا، انا تعطونا معلومات على الموقع من مود ديال الويدرا وقال اللي هي 2 دولار. الموقع تيعطينا 20 دولار، كيخصك ديبوزي 10 دولار باش تشري في اي بي رقم واحد اللي غادي توردي منو 2.5. اوكي اخوان، المهم هنا فاش كتدخل كيعطوك واحد سبين، يمكن لك انك دير واحد سبين. نعطوني فيها 0.20، هي نورمال هي اللي غادي تطلع لكم. هنا عندنا كومباني بروفيل كما كتشوفوا، هنا كومباني بروفيل تعطيكم جميع المعلومات اللي خاصكم تعرفوا على الموقع. تتسجل كتعطيك 20 دولار، ديبوزي 10 دولار، كتربح 2.5 في النهار. TRC20 نيتورك، وهنا الفي اي بيات اللي كاينين، و ولا انفيت شحال غتربح منو. هنا عندنا داونلود ابليكاسيون، هنا ويدرا و روشارج. الفي اي بيات كاين في اي بي واحد تال في اي بي، شنو هذا ديرين السميه ديالو تال في اي بي 10 غيكون نورمال. تال في اي بي 10 في اي بي 2 كيدير 60 دولار نورمال. ولا بغيتي خصك ديبوزي 40 دولار غادي تورني 10 دولار، واش بقى 30 دولار في الموقع. في اي بي 3 خاصك ديبوزي 130 دولار غادي تخرج 37 دولار. المهم يا شباب، اول حاجه غادي نديروها هي نمشيو ديبوزي نكوبيو الكود. هذا الاخوان غادي انا كدير شي تصوير عندي، نخسر شي تصوير ونرجع. هاديك ديال التصوير راه غيبقى طالع علينا تما، هي نورمال ما خصهاش تكون. نوقفو فيديو شوية. المهم حنا دوزنا لي طاسك اللي عندنا، غادي ندوزو دابا الاخوان للويدراو. هنا في اي بي رقم واحد كتورني منو 2.5. نمشيو نجيبو الوالد ديالنا من المؤمن. هيا ويضرب، نصبرو شوية على ما وصلنا الإخوان، صعب نكملو الشرح. خلاص هنايا كاين سيبور، إلى بغيتي أنك تواصل مع السيبور. ويضرب راه دازت الشباب، هيا الإخوان 2.5، شي 5 ثواني تقريبا باش وصلت. المهم هنا عندنا سيبور اللي بغيتي تواصل معاهم في التليجرام، ولا تواصل معاهم هنايا في الشاط هنايا. هاد الواجهة هادي سالينا منها الاخوان. خلاص هنا النوتيفيكاسيون ديال لي ممبر تيديرو ديبوزيت، هي ديالي هادي واقيلا ودرا.
لا ماشي هي. المهم هنا لي تاسك اللي باقي ما دايزينش، وهنا لي تاسك اللي دازو. عندنا هنا تصوبي الكود ولا الليان، عندنا لي ليفل ان ليفل دو ليفل تروا، كل وحده الارباح ديالك تما. وهنا الفي اي بي خلاص اللي شرحنا في الاول. عندنا هنا الواجهه ديال الموقع اللي هي انفيست فينانس ريكورد، انفيستمنت ريكورد، ترانسفير من الاكونت لاكونت. هنا الاكونت ديالنا اللي فيه غادي تبدل الباسورد ديال الدخله ديال الويدرو. المهم الاخوان هادشي اللي كاين في الشرح هذا، كلشي واضح. تلاقاو في فيديو واحد اخر ان شاء الله. تهلاو.